السلام عليكم، معكم دكتور إيهاب الأجهوري، أستاذ مساعد في هندسة عين شمس. المحاضرة دي هي المحاضرة السادسة، وأكتشلي هي المحاضرة الوحيدة اللي أنا هديها في الترم ده. وهي وإن شاء الله بقى معاكم في الترم التاني في محاضرات كتيرة، لكن المحاضرة دي بس هي الوحيدة اللي هديها في الترم ده. هنتكلم فيها على الديزاين بتاع الفيلد سبلايس. دي الريفرنسز بتاعت الليكتشر. لما بنبدا نتكلم بقى عايزين نعرف هو السبلايسز دي بتتعمل ليه، يعني هو انا بحتاج مبدئيا اعمل سبلايسز ليه؟ سؤال سريع كده اول نبريك ذا ايس. يعني معايا يا جماعه ولا حد هيرد؟ ليه بنحتاج نعمل سبلايس؟ هو عشان النقل والتركيب في الموقع، يعني مش هنقدر نجيب المنشأ كله كامل، فلازم نوصله ببعضه في الموقع عشان ظروف النقل. بالظبط. طيب والسبلايس ده بيبقى بولتد ولا ويلدد؟ هو بيبقى بولتت عشان يبقى اسهل في الموقع، بس ممكن نعمل اللحام في الموقع، بس مش ما يفضلش. بالظبط. احنا عامه في المدرسه بتاعتنا ما بنفضلش خالص اللحامات في الموقع، لانها ما فيش كواليتي كنترول وبيبقى الموضوع سيء جدا. فبنبدا نقطع البريدج او ايا كان المبنى بتاعي لقطع كلها ستيبل قطع، والقطع دي بركبها في الموقع بسبلايس. ما اعرفش انتوا السنه اللي فاتت خدتوا سبلايسز في مثلا في الكولمز او الرافترز ولا لا؟ واحنا خدنا سبلايسز اوف في الجردر، يعني اللي هو بالظبط. اماكنها كده. تمام. طيب الديزاين فيلوسفي نفتكر كده مع بعض في السبلايسز بتبقى ايه؟ يعني ان انا عايز اعمل ايه، او وات دو اي نيد تو انشور، عايز اتاكد من انه ايه متحقق. حد يقدر يجاوب على دي؟ هو انا مش متاكده، بس تقريبا ان انا اعمل سبلايسز دي عند الزيرو مومنت، عند البوينت بتاعت الزيرو مومنت. تمام ماشي، دي احد الحاجات او دي assumption. بس انا عايز الديزاين فيلوسفي قبل ما نبدا نبقى عارفين احنا بنعمل ده ليه. انا عايز اوصل الحاجتين دول ببعض مع العلم او مع تاكيد على انه ما يحصلش فيلير في السبلايس. يعني لازم يكون السبلايس as a cross section، مش نقطه ضعف، لازم يكون اقوى من السكشن الاصلي او قده. دي الديزاين فيلوسفي الاساسيه فيها. طيب اختياري بقى لمكان السبلايس، هل ما ينفعش او مستحيل او ممنوع منعا باتا ان تبقى مثلا عند الماكسيمم مومنت؟ لا هو ممكن، بس الفكرة ان احنا ننقل المومنت دوت من ممبر لممبر. تمام. يبقى انا بالنسبه لي انا بحاول انا ما المس خالص الممبر، يبقى الممبر بكفاءته، و بيبقى دايما الحته الكريتيكال اكتر هي المومنت، فبحاول احطها في منطقه فيها مومنت متخفض، مش لازم يكون زيرو. لو زيرو يبقى هايل، بس انا مثلا لو عندي سمبل سبان الزيرو دي عند السبورت يبقى ما عملتش حاجه. بالتالي باخدها في اماكن مش لازم عند الماكسيمم عشان ما بقاش واخد الماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور او الديماند على الكاباسيتي ماكسيمم. وبعد كده بروح رايح على الايه، على اصممها على الشير اللي عليها والمومنت اللي عليها. الحقيقه بقى الشير اللي عليها والمومنت اللي عليها ده، هل باخد الارقام الحقيقيه ولا باخد الماكسيمم كاباسيتي؟ فكروا كده، ناخد قيمة المومنت الاكتوال اللي عند السكشن ده ولا ناخد الماكسيمم القطاع يتحمله؟ ماكسيمم يا دكتور. تمام. ما احنا قلنا الديزاين فيلوسفي بتاعتنا هي ايه؟ هي ان انا اصممه على انه عمره ما يحصل فيه الفيلير، فبالنسبه لي هو كونتينيويشن للقطاع الاصلي، يبقى بالتالي لازم يكون اقوى من القطاع الاصلي. فبالتالي بنصممه او الديزاين فيلوسفي الاساسيه بتاعته هي ان احنا نريبليس السكشن اللي اتقطع بسكشن اقوى منه، بحيث ان عمر ما يحصل الفيلير في الحته دي.
الحقيقه في عندي تو كومبوننتس، عندي حاجات بتشيل المومنت او بتقاوم المومنت، وجزء بيقاوم الشير. لو انا حبيت ان انا اعمل حاجه بالكاباسيتي بتاعتها بالفول شير كاباسيتي، هتلاقوا محتاجه كميه مسامير رهيبه كتير جدا. فالديزاين فيلوسفي في السبلايسز بتختلف a little bit. عاده بنشتغل على انه المومنت كاباسيتي فول، يعني الفلانجز دي لازم اعوضها ب اريا تعوض الاريا بتاعتها، وبمسامير تنقل كامل الفورس اللي هي تقدر تشيلها. فالسبلايسز بننقل الفورس كامله في الفلانجز. ليه يعني ايه الفلانجز؟ ليه الفلانجز؟ لان الفلانجز هي اللي بتقاوم المومنت. المومنت بيبقى كابل استنشن وكمبريشن وبيتشال في الفلانجز. فلما هاجي اقطع الفلانج هحتاج ان اوصلها بعدد مسامير يكفي انه يشيل الفورس كامله اللي يقدر يشيلها الفلانج دي. لكن الويب لما بمسكها بحط بليتس بتعوض، لكن ما بحط عدد مسامير مش بالفول كاباسيتي لديزاين معين، وبناخده بقيمه الشير الاكتوال اللي موجوده في السكشن. فعاده بنصمم على الماكسيمم كاباسيتي والاكتوال شير. ده والاكتوال شير ده كمان يعني هنشوفه مع بعض في الديزاين الحسبه بتاعته ايه، بس لازم نبقى فاهمين ايه الديزاين فيلوسفي بتاعه السبلايس. تمام. طيب انا حابب قبل ما اقول سبلايس انا عايز اوريكم كده لقطه سريعه علشان نتخيل مع بعض. شايفين السبلايس ده شكل المين جيردر بتاعنا، ودي الستيفنر اللي تقريبا عنده نص الارتفاع وده عنده خمس الارتفاع. وعندي شايفين منظر السبلايس، في سبلايس للفلانج هنا وسبلايس للفلانج هنا وسبلايس للويب. ف الديزاين بتاعي بيتقسم لجزئين، جزء عباره عن الدايمنشننج بتاع البليتس و عدد المسامير. هو ده الديزاين. يعني الديزاين بتاع سبلايسز مش محتاج تتوهم فيه ولا تحس انه حاجه غريبه. هو في الاخر سايزنج، ستيب الاولى سايزنج للبليتس، والستيب الثانيه هي تجيب عدد المسامير اللي تبقى افيلبل بالنسبه لك، مع طبعا تحقيق انه الادج ديستنسز والبيتش والحاجات دي كلها تبقى كونفورمينج معانا. فاعتقد المنظر، هل في حد مش متخيل المنظر اللي بيحصل؟ يعني عندي بارت يمين وبارت شمال، وهو في فاصل ما بينهم في الحته دي. حتى لو عملت زوم كده شايفين في فاصل في الحته دي، ده بارت وده بارت، وبلحمهم ببريدج من هنا وبريدج من هنا. ده البريدج بتاع الفلانج، وده البريدج بتاع الويب، وده البريدج بتاع اللور فلانج. ولو كان البريدج بتاعي الفلانج مثلا الابر غير اللور، ده هتشوفوه يعني ان شاء الله في كام محاضره قدام، هيبقى برضو عدد المسامير فوق، ممكن يبقى غير تحت عادي مفيش مشكله. المهم انه عدد المسامير ده اللي يحقق لي انه جبت الفول كاباسيتي بتاعه الايه بتاعه الكروس سكشن ده. تمام. طيب في اي سؤال لحد دلوقتي في فهمنا للشكل نفسه، ولا الموضوع واضح؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب انا هطفي الفيديو بس عشان ايه يبقى الموضوع اخف والتسجيل يبقى احسن، خاصه لما هنشتغل في الجزء ال 3 دي عايز يبقى الفيديو سموث يعني. فانا بس هطفي الفيديو ونرجع تاني بقى للمحاضره. طيب نجري بقى بسرعه هنا علشان نتكلم على السبلايسز. السبلايسز طبعا احنا بيبقى عندي ايه الحاجات اللي بتحكمني ان انا هعمل سبلايسز. بنحاول نقسمها بارتس صغيره الكوبري بتاعي او ايا كان حتى اي ستراكشر لاجزاء يمكن انها تتشال على العربيات، وكمان يكون الترانسبورتيشن قادره تعمله. هل ده اجباري؟ لا، انا شخصيا نفذت كباري كتيره. في بعض الكباري كنت اروح للمقاول يقول لي ان الكوبري ده لما هنيجي ننقله اقول له انا هصمم لك سبلايس، يقول لي لا شكرا يا دكتور مش محتاج سبلايس. يعني ايه مش محتاج سبلايس؟ ده كوبري 45 متر. يقول لي لا انا درست الطريق ما بيننا وعندي معدات وعندي العربيات اللي ممكن اوصل بيها من هنا للموقع من غير ما نعمل سبلايس واحده. طب خلاص ماشي، انت جميل جدا، ده انا عايز مقاول منك في كل حته. فشخص عنده القصه دي مفيش مشكله. في حد تاني مش مساله عيب مقاول، ممكن يكون الكوبري ده في وسط منطقه سكنيه او حاجه الموضوع عايز يتنقل،
لازم يتدرس بقوة شديدة الباث بتاعة العربية اللي هتبقى شايلة القطع دي وهي رايحة لحد الموقع علشان نقدر ننقل الكلام ده بشكل كويس. والحوادات الكلام ده كله ما ينفعش يبقى قطع كبيرة قوي فتخبط المباني وهي بتحود مثلا. فدي بس نقطة مهمة قوي ان length limit is imposed by the transportation facility. خلاص. وبرضو حاجة تانية مهمة قوي لازم ناخدها في الاعتبار وهي الكاباسيتي بتاعت الاركتنج كرين، يعني الكرين نفسه اللي هيشيل الحاجة دي من الارض بعد ما تتجمع وبعدين يحطها في مكانها فوق، ده لازم يكون ايه متحدد بماكسيمم ويت. فما ينفعش مثلا اقول ايه ده انا هركب الكوبري كل حتة واحدة، لا ساعتها لا انا لازم اشيل المين جردر لوحده والمين جردر الثاني لوحده وبعدين اركب ما بينهم كروس جردرز. فالميثود اوف كونستراكشن بتعتمد بشكل كبير على امكانيات المكان نفسه. فنفس الكوبري بنفس الابعاد في منطقه ممكن يبقى ترتيب تنفيذه مختلف عن في منطقه تانية. طيب احنا عاده الكلمه الطبيعيه اللي احنا بنقولها ان احنا بنقسم الدايمنشنز بتاعتي الى مسافات لا تزيد عن 16 متر. وبرده في نقطه عايزين نتكلم عليها ان هو السبلايسز نوعين، السبلايسز نوع شوب سبلايسز وفيلد سبلايسز. شوب سبلايسز اللي هي في الشوب دروينج او في الشوب نفسها اللي هو بيسموها الورك شوب اللي بيتصنع فيه الكوبري ده كله. الكوبري ده بيجي عباره عن شويه بليتس، البليتس دي متلحمه في بعض بس ما لحمش بليتس اكتر ولا اطول من الطول اللي هو المقاول هيقوله لي. لو المقاول ما قالهوليش احنا باي ديفولت في العرف بتاعنا بناخدها اراوند من 12 ل 16 متر، وبالذات 16 متر في الكباري يعني ما بنقرصهاش ل 12 زي ما كنا بنقول لكم في سنه ثالثه. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل انه انا عندي مثلا بليت، اخد البليت التحتاني ده والحمه في بليت صغير فوق، بعدين الحمه في بليت تاني وبليت تالت اهو كده كده. انا عملت الايه دي الويب سبلايس بتاعتي. انا بس عايز اتاكد هل حركه الماوس واضحه ولا اعملها بماركر ولا بايه؟ واضحه تمام. طيب وهنا بقى بعمل هنا في الحته دي ايه؟ بعمل هنا في فيلد سبلايس. طيب فالكوبري نفسه في بارتس كتيره هتتلحم مع بعض وبارتس دي هتبقى بعد كده هتتنقل مثلا قطعه اليمين دي لوحدها وقطعه الشمال دي لوحدها وبعد كده تتركب في الموقع بالايه؟ بالفيلد سبلايس. الفيلد سبلايس عاده بتبقى ايه؟ بولتد. طيب ده الكلام اللي انا لسه قايله. ولما نيجي نتكلم على الويلد سبلايس بنبقى مهتمين جدا انه ما يبقاش عندي نقطه ضعف، على الرغم من ان لحام زي هنا او هنا او هنا بيبقى بات ويلد، والبات ويلد احنا لازم بيتعمل عليه انسبكشن والتراسونيك انسبكشن. لكن ولو الالترا سونيك انسبكشن بتاعته كانت بتتعمل زي ما الكود بيقول انها اكسلنت، فالمفروض ان الالاوبل بتاعي بيبقى اعلى من الماتيريال نفسها. بس برضو على الرغم من ذلك ما بنخطرش وما بنخليش الويلد بتاعي في نفس السكشن. فالفلانج يفضل ان انا اعملها تتعمل لها ويلدنج في حته بعيده شويه عن الحته بتاعه الويب عن حته بتاعه الفلانج الاخرى الفلانج الثانيه. يعني بالتالي ما يبقاش في سكشن واحد في كل نقط الضعف. عشان لو انا دايما بنحب اقول ايه، وانا بحب اقول الكلمه دي في الهندسه انه انا ما بحبش اسلم رقبتي للعامل او الصنايعي. الشخص اللي بيصنع الحاجه هو حرفي في حاجته، بس لو ما عندوش ضمير او غلط الديزاين بتاعي مش لازم يساعده على انه يغلط، لا ده بيقلل البروبابيليتي بتاعه الغلط بتاعته، ولو حتى حصل probability الغلط ما تبقاش سبب للفيلير عندي. تمام، هل واضح المنظر كده؟ هل في اسئله لحد دلوقتي؟ انا بس عشان انا مش شايفكم قدامي فانا عايز ابقى في تجاوب بس لو سمحتوا. تمام. برضو it is possible ان الويب والفلانج بليت السكشن يبقى في نفس الحته وممكن يبقى staggered، بس زي ما احنا اتفقنا يفضل انها تبقى ايه staggered. وطبعا according للكود المصري لازم يحصل inspection according لبقى في كلام كتير عن الويلدز والانسبكشن بتاعها في الكود، يعني دي ممكن تبقوا ترجعوا له. طيب البولتد سبلايس بقى اللي هي الفيلد سبلايس، اتفقنا ان الفيلد سبلايس بتبقى بولتد.
زي ما اتفقنا بنعمل فلانج بليتس بالمنظر ده وبنعمل ويب بليتس. هي في الاخر كوبري. الكوبري ده بينقل تنشن فورس او كومبريشن فورس يعني اكسيال فورس. الاكسيال فورس ده بيترجم از شير طبعا في المسامير. وهنا في بيبقى في شير راسي نتيجه نتيجه الشير فورس الموجوده عند السكشن ده، وبيبقى في هوريزونتال شير نتيجه البندنج ستريسز اللي موجوده هنا، او حتى لو ممكن نعتبرها بفكر تاني ممكن تعتبر التورشن اللي حاصل علشان بنقل الفورس من هنا الى هنا. فبغض النظر المسامير اللي في الحته دي متعرضه لشير، بس الدبل تو دايركشنز، دايركشن راسي نتيجه الشير الكلي بتاع المكان او بتاع اللوكيشن اللي هي فيها، وهوريزونتال شير نتيجه الستريس جريدينت اللي عندي. الكلام ده هيبان قوي واحنا لما نخش على الديزاين. ده اللي اتكلمنا عليه انه بيبقى اكسلنت بات ويلد، والفيلد سبلايس بتبقى فلانج وويب بليتس متمسمره بهاي سترينث فريكشن بولتس. طبعا طبعا مفيش حاجه اسمها في الكوبري ان احنا نعمل نون بريتنشن، ان يبقى الحاجه دي ايه سناج تايت كده، لا لازم تتربط بتورك علشان احنا معتمدين تماما على الفريكشن. وبرده نقطه تانية حابب اقولها لكم انه الشغل الصح، ولو انت في يوم من الايام اشرفت على تنفيذ كوبري او اي شيء من هذا القبيل، او كوبري مش لازم يكون كوبري عربيات، ممكن كوبري مشاه، ممكن كوبري ما كوبري صغير ما بين مبنيين، في اشكال كبيره كتير يعني. ده انت حتى لو رامب صغير بيطلع لك عربيه من حته لحته ده يعتبر كوبري. فالكوبري لازم يكون ليه يعني سبيكس معينه وحاجات نتأكد منها. طيب الديزاين بتاع الويب سبلايس هي ببساطة شديدة زي ما اتفقنا انه لازم يكون الويب سبلايس ده يفضل انها تبقى بات ويلدد، والبات ويلدد بتبقى يا اما في اللي هي بنسميها سينجل جروف ويلد للسمكات الصغيرة اللي هو مثلا 20-25 ملي بالكتير. اكتر من كده لو السمك زاد بيتعمل دبل جروف ويلد، فبيتعمل اللحام من اليمين والشمال او من الناحيه دي والناحيه دي. تمام. برضو في لونجيتيودنال ويب سبلايسز، انه السبلايس نفسه الويب نفسه قطع، والقطع دي بتيجي بلتات جايه من ايه، جايه من جايه للمصنع، والمصنع بيبدا يقيفها بنفسه بدا ويركبها ويفكر فيها. فبيبقى البليتس عاده في شحنات بتيجي ان البليتس بتبقى 2 متر عرض وطول 6 متر او ساعات 12 متر. في حاجات تانية بيبقى البليتس بتاعتي ارتفاعها متر ونص برضو في 6 متر او 12 متر. فهنفترض هنا انه الحاجات دي مثلا 2 متر زي في الرسمه هنا، فبالتالي عندي بليته واحده هنا كده، البليت دي تعتبر البليت الرأسية الأولى، وبعدين بليت تانية فوق. الحتة دي بقى بتبقى ملحومة إيه؟ بات ويلد بكامل الطول لحد جوه. في برضو فكرة تانية الناس تقول إيه؟ طب ما لو أنا كان الطول بتاعي بالظبط الاتنين متر دي، طب ما أخد الحتة دي حتة، أخد الحتة دي حتة واحدة، خليني كده أرسم بس عشان يبقى باين، أخد الحتة دي حتة واحدة كده وبعدين احط الستيفنر بتاعي بالعرض كله ويتلحم فيه، يتلحم كده ويتلحم كده، وبعدين البليت اللي فوق. فحركه تانية ان انا خدت الحته دي بقت مفصوله بالبليت، لكن هنا البليت كان بتاعي قصير فوقفته هنا، بعد كده رحت حطيت بليت تاني، بعد كده لحمت يمينه ولحمت شماله الايه الهوريزونتال ستيفنرز. تمام. طيب الويب سبلايسز بتتصمم على ايه؟ دي مثلا لمعلوماتكم، بس هي يعني لو السايز بتاعها بالذات لو بات ويلد انا مش محتاج ان انا اعمل شكل لان انا عوضت الماتيريال اللي انا شلتها. لكن لو انا بتكلم على حاجه في بالمنظر ده في عند السكشن مثلا ده، فالسكشن ده في الاخر بيحصل فيه شير فلو. شير فلو ده بمقدار الفيرست مومنت اوف اريا بتاع المسافه اللي هنا. ونفس الكلام لو انا بصمم اللحام ده بصممه على الشير فلو بتاع الاريا اللي فوق دي. هل انتوا عارفين او فاهمين يعني ايه شير فلو ولا مش فاهمين؟ طبعا ده سؤال واسع قوي.
انا بس عشان مش عايز اخرج قوي عن الموضوع كده كده انتوا هتتكلموا في الكلام ده ان شاء الله في المحاضرات القادمة مع دكتور شريف لما هيتكلم على الكومبوزيت وهيتكلم على شير فلو، فانا مش عايز استفيد فيه قوي علشان ما نخرجش بره التوبيك. لكن ببساطة شديدة كل اللي انا عايز افهمه لك انه لو انا بتعامل مع هذا الشكل as one big section غير ان انا بتعامل معاه لانه two sections. لو عندي section بالمنظر ده كده وsection فوقيه بس مش مرتبط بيه بالمنظر ده كده، هل اقدر اقول انهم one section والانيرشيا بتاعتهم اللي هي التوتال انيرشيا اللي بتحسبه؟ طبعا لا. ليه؟ علشان في البندنج لو انا بقول الكلام ده بتعرض لاكسيال فورس، الاريا دي زائد الاريا دي عادي الاثنين شغالين one section، ان شاء الله قطعتها 3 4 حتت ما تفرقش معايا. لكن في البندنج بيبقى لو انا بصيت في الاليفيشن بيبقى عامل زي ما اكون بالظبط عامل ايه، تخيل معايا ان انت حاطط كتابين فوق بعض، كتابين فوق بعض، وبدأت تعمل بندنج بالمنظر ده كده للايه للكتابين دول. ببساطة شديدة هتلاقيهم بدأوا يتنوا بالمنظر ده كده مثلا، والتاني راح اتنى بالمنظر ده كده، صح ولا لا؟ ايه بقى اللي حصل؟ شايفين الفاصل اللي حصل ده؟ حصل شير فلو اكشولي ديسيبيتد شير فلو، مفيش شير اتنقل ما بينهم، فايه ده اتزحلقوا بالنسبه لبعض. فبالتالي لما اجي اتكلم الايفكتيف انيرشيا اللي اشتغلت هي عباره عن انيرشيا الاولى زائد انيرشيا الثانيه، مش الاثنين شغالين از وان سيكشن. لمجرد ان انا لحمت ما بين الاثنين دول بشكل كويس، لا هيشتغل بشكل تاني، يوصل لحاجه كده وسط كده ما بينهم ويعمل لي ايه، ويبقى المقاومه اكبر بكتير والانيرشيا اكبر بكتير. انيرشيا مش بس عباره عن انيرشيا ده زائد ده، لا زائد اريا في مربع بعد عن سي جي، قصه تانية خالص. فبتلاقي الانيرشيا عاليه جدا. فبالتالي انا السكشن ده الفاصل ما بينهم هو بيحصل فيه نقل فورسز، النقل فورسز دي بنسميها شير فلو. ده كده بس بشكل ايه مختصر عشان ما صعبش الموضوع يعني ايه عليكم يعني، تمام؟ وقدام هتفهموه اكتر لما بقى نخش في تصميمات حاجات زي كده، خاصه لما هتاخدوا الكومبوزيت ان شاء الله مع دكتور شريف. زي ما اتفقنا هنتفق مع بعض ان مسافات لا تزيد عن 16 متر، بس تاني انا بقول لكم ان ده اللي احنا بنقوله عشان نحل مسائل في الكليه، لكن الموضوع بيخضع تماما لامكانيات المقاول والطرق النقل. ده الشكل اللي احنا اتكلمنا عليه للسبلايس. السبلايس زي ما اتفقنا الستيب الاولى فيه هو الدايمنشننج بتاع السبلايس. بالتالي البليت اللي عندي فوق عباره عن ايه؟ البليت اللي عندي فوق عباره عن كده، يبقى الماركر ملون واضح كده ليزر بوينتر هنا. الجزء اللي فوق ده عرضه بي فلانج، وده عرضه 80% من بي فلانج. ليه؟ علشان نسيب حته صغيره علشان اللحام هنا، عشان البليت ما يخبطش في اللحام بتاع الفلانج مع الويب. نفس الكلام البليت هنا برضو بليت بالطول تقريبا 80% من الارتفاع، علشان برضو نسيب مسافه ما يخبطش في البليت ده ولا في البليت ده. فالدايمنشننج حاجه عبيطه جدا وسهله وايزي تاسك. فالعروض بتبقى سهله. السمك بقى يبقى ايه؟ السمك اهم حاجه بالنسبه لي انه زي ما اتفقنا انه بعد ما يتعمل سبلايسنج ما احسش انه حصل فرق. يبقى بالتالي بالنسبه للفلانج، الفلانج بتشيل اكسيال فورس، يبقى الاكسيال فورس بيعتمد على الاريا، يبقى انا عايز اريا ده زائد اريا ده زائد اريا ده يكون اكبر من او يساوي اريا الايه الفلانج. يبقى بالتالي هناخد سمك الفلانج على الاقل نص السمك الايه التي فلانج، وممكن تقربه بالزياده بحيث انك تبقى مامن نفسك. نفس الكلام في اللور فلانج. بالنسبه للويب برضو بجيب سمك الويب على 2 واقسمه يمين وشمال، فتلاقي نفسك ايه وتزود شويه صغيرين، علشان طبعا مع الاخذ في الاعتبار فرق الـ 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 الارتفاع بتاعها، يبقى انت كده عملت دايمنشننج ليها. فتي 1 وتي 2 وتي 3 سهلين قوي، وبي 1 وبي 2 وبي 3 برضو سهلين، لانهم ده 80% من المسافه دي، ده العرض ده كله ده 80% من المسافه دي، تمام؟ ومش شرط 80%، ممكن تقول رقم ماينس مسافه، يعني اتس فاريبل يعني. بالنسبه بقى للدايمنشننج بتاع البليت هنا والدايمنشن بتاع البليت اللي فوق، ده بيعتمد تماما على ايه؟ على عدد المسامير اللي طلع لك في الديزاين.
فالطول اللي جوه ده بيعتمد على الديزاين. فانت الديزاين بتاعك انت هتفترض البيتش لتس سي 3 الفاي وتبدا تشوف العدد بتاعك. خلي بالكم من نقطه مهمه ودي غلطه كتير بتحصل معاكم كتير في الديزاين، ان انت لما بتيجي تصمم الفورس تقول ايه ده تطلع من الفورس، تقول الفورس اللي يشيلها اريه ال اسمها دي الفلانج بكذا، فبالتالي اقسمها على مثلا 2 بي اس يبقى انا جبت الايه عدد المسامير، فاروح حاطط عدد المسامير كله. لا طبعا، الفورس عدد المسامير هي اللي في الناحيه الواحده ومثلها الناحيه الثانيه، فدي نقطه مهمه جدا. يبقى الفورس اللي بتقاوم هنا اف اللي عندي دي هتتقسم نص هنا، مش نص هنا، واحده هنا وواحده هنا. في الاخر انا لازم يكون ده قادر على نقل الفورس من النقطه دي، يطلع نصه فوق كده ونصه ينزل تحت كده، وبعد كده يتنقل الفورس الى الناحيه الثانيه، ويكون السكشن ده اللي احنا صممناه اصلا قادر على نقل الفورس بالكامل. واضح لحد دلوقتي؟ طيب ده المنظر العام، وده منظر السكشن بتاعي، ده الكروس سكشن وده الاليفيشن. برضو هنا عدد المسامير، بنفترض عدد المسامير بتاعي بحيث ان انا عامل بيتش let's say بنكبر البيتش شوية عشان ما يبقاش كثيف قوي، فبنقول مثلا ممكن من 4 ل 5 او حتى 6 فاي على حسب العدد بتاعك. بنبدأ نحط columns، كولم هنا، نبدأ الأول باتنين كولمز، كولم هنا وكولم هنا. في سؤال ولا؟ تمام، واضح يا جماعة ولا الصوت مش باين؟ تمام. أوكي. طيب فاحنا بنبدا الاول ان انا عندي 2 columns per side. زي ما اتفقنا الديزاين كله، عشان غلطه شهيره بتغلطوها ان الديزاين كله اللي انا بتكلم عليه ده في ناحيه واحده والباقي هيجي بالسيمتريه. عدد المسامير اللي عندي هنا بيبقى بحط 2 columns، ببداها باتنين columns واعمل عليها تشيك، لو طلعت انسيف ممكن ازود عدد columns زياده. طيب سيف وانسيف ده بقى بيعتمد اول حاجه احنا لو بصينا على شكل النورمال ستريسز اللي عندي، شكل النورمال ستريسز بالمنظر ده خلاص، وبنقول ان الستريس اللي عندي في طرف السكشن الحقيقي بتاعي اللي هو السكشن نفسه الاصلي هو عباره عن 0.8 الاف فيلد، ده الرقم الالتيميت اللي احنا بنصمم عليه. يبقى بالتالي بالنسبه والتناسب اقدر اجيب الستريس عند المنطقه دي اللي هي ما تحت الفلانج مباشرة، والمسافة المنصفة لأول مسمار ما بين المسمار الأول هنا والمسمار الثاني هنا اللي هو الصف الأول هنا والصف اللي بعديه، فأنا باخد المسافة من هنا إلى هنا. ليه باخد المسافة دي؟ خلينا نتفق مع بعض على حاجة، إنه ده في الآخر نورمال فورس كده، فرق الستريسز ده برضو نورمال فورس كده، نورمال فورس على الويب. النورمال فورس على الويب ده بيتحول لايه على المسامير هنا؟ يعني يعتبر اكسيال فورس على المسمار ولا شير فورس على المسمار؟ شير فورس على المسمار. يبقى بالتالي اسوأ مسمار شايل شير فورس هو الصف الاولاني ده، صح ولا لا؟ فبالتالي الفورس اللي عندي دي شايلها حتى الآن مسمارين، المسمار ده والمسمار ده ومثله الناحية التانية. يبقى بالتالي أنا وأنا بصمم، أنا مين اللي بصمم إن أخلي المسمار اللي فوق ده مسيف؟ لو مسيف الباقي كله هيبقى سيف، تمام؟ فبجيب الشير فورس نتيجة الكلام ده. طب أنا عندي هنا ستريس، صح؟ طب ستريس ده أنا ممكن أعمل إيه؟ ممكن أجيب الأفريج ستريس بتاعه اللي هو F1 زاد F2 على 2 اللي هو ده، اضربه في اريا هيديني فورس، صح؟ لما بضربه في اريا بضربه في اني اريا؟ اضربه يا اما في اريا الاريا دي اللي هي الايكوفالنت بتاعه الويب، او اللي هي بتاعه الاثنين بليتس الايكوفالنت. فانا هضربها دلوقتي مثلا في اريا الويب، يبقى انا جبت فورس معينه عندي، تمام؟ الفورس المعينه عندي دي هتبقى هي انا دلوقتي عندي مسمارين، مسمار هنا ومسمار هنا،
فعندي total horizontal force, let's say الفورس اللي حسبناها دي في الآخر طلعت الفورس دي اسمها H. خلاص؟ فيبقى في H على 2 هنا و H على 2 أفقي برضو هنا. طيب رأسياً عندي إيه؟ رأسياً أنا عندي كده كده مش البليت ده عندي شير فورس كده كده شير في المنطقة دي. فالشير فورس اللي هو الكيو ده شير فورس عادية خالص. الشير فورس دي اللي هي عند المكان الفلاني ده في البيم, مش عندي سيمبل بيم. سيمبل بيم الشير فورس دياجرام بتاعها شكله كده خلاص في النص, طبعا منظر ضعيف. المهم لو انا بقول ان السبلايس بتاعتي في الحتة دي يبقى الشير فورس بالقيمة دي. طيب الشير فورس دي هي الكيو اللي انا حسبتها. الفورس دي لما هتيجي هنا هتتقسم, هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن كيو على N على عدد المسامير التوتل اللي عندي. يبقى بالتالي المسمار بتاعي اللي انا بصممه ده وهشيك عليه بالشير هصممه على الريزلتنت بتاع الفيرتيكال فورس دي والهوريزونتال فورس دي بحيث انه يبقى سيف. طبعا هيبقى سيف سنجل شير ولا دبل شير؟ دبل شير. دبل شير لان انا عندي مستويين, عندي مستوى هنا وعندي مستوى هنا اتنين جنب الفلانج جنب الويب, اسف ويب بليت. وده الديزاين فيلوسفي برضو بتاعت الجزء اللي فوق بسيطة جدا. انا عندي اكسيال فورس لجوه كده لجوه, مقدارها عبارة عن ايه؟ عبارة عن الماكسيمم كاباسيتي. احنا اتفقنا ان الفلانج هصممها على الماكسيمم كاباسيتي. الماكسيمم كاباسيتي هي كام؟ الالاوبل بتاعي اللي هو 0.8 الاف ييلد مضروب في ارية الفلانج نفسها, ده هيديني الفورس اللي انا محتاجها صح؟ او الفورس اللي هيشيلها. الفورس دي اقسمها على عدد المسامير التوتل. عدد المسامير التوتل هيبقى عندي اللي هو كل المسامير دي زي ما اتفقنا في ناحية واحدة ومتقسمة على 6 صفوف مثلا في الحالة دي, وكمان عليها دبل شير. ليه؟ لان انا عندي خلينا اختار لون تاني كده مثلا, عندي هنا سكشن وهنا سكشن تاني. يبقى بالتالي لو هيتقطع هيتقطع على 2 planes, يبقى بالتالي دبل شير. فالفكرة ببساطة شديدة انا كده لخصت الديزاين بتاع السبلايس. في السلايد اللي فاتت اتكلمنا على انه السبلايس نفسها هتبقى اول dimensioning, تاني step فيها هي افتراض عدد المسامير. جبت عدد المسامير بعمل عليها تشيك, الفلانج بتتعمل تشيك على الماكسيمم فورس اللي يقدر يشيلها الفلانج, الويب بيتعمل تشيك زي ما اتفقنا من two components, من horizontal component ومن vertical component. الهوريزونتال كومبوننت ده جاي من المومنت, الفيرتيكال كومبوننت جاي من الشير فورس اللي عندي. واضحه لحد كده ولا في سؤال عشان نبدا نخش على الاكزامبل وتحسوا الموضوع اكتر؟ في اي سؤال لو سمحتم؟ لا تمام يا دكتور. تمام. انا اتمنى ما اكونش نايمين بس من الكويز اللي فات, بس عايزين نصحصحكم كده شويه. طيب طيب ماشي. السبلايس فلانج بليت زي ما اتفقنا بنعمل دايمنشننج ليها, فقلنا ان البي 1 العرض بي 1 ده هو عرض الايه؟ عرض الفلانج, فباخد ده ايكوال بي فلانج. تي 1 باخدها خليني عشان بس مبين انا بقول ايه. هنا تي 1 هي تي فلانج على 2 باخدها مبدئيا وراوندت اب. بعد كده بي 2 باخد بقى يا اما ان انا اقول مثلا 0.4 العرض على طول, او ممكن اقول لا اخدها بي فلانج ناقص التي ويب ناقص لحام هنا ناقص لحام هنا ناقص مثلا 1 سنتي هنا 1 سنتي هنا, انا ايه قاعد بقرصها ممكن. وممكن اقول تقريبا 0.4 العرض بما لا يتعارض مع الحته دي, ممكن نعملها بشكل سريع لو عايزين. يعني انا ما عنديش مشكله خالص كهندسه ان انت تعمل الاسامبشن اللي انت عايزه, مش لازم تلتزم باللي انا بقوله. اهم حاجه يكون شيء قابل للتنفيذ, ما يخشوش في بعض البليتس دي, ما تخشش في بعض. دي اهم حاجه عشان تقدر تركب الكلام ده. طيب الماكسيمم فورس اللي عندي هي عباره عن البي فلانج في التي فلانج اللي هي الاريا مضروبه في الالاوبل ستريس اللي هو 0.8 الاف يلد, واضحه. طيب هنا بقى بالنسبه للويب احنا لسه ستيل في مرحله ايه يا جماعه؟ مرحله
dimensioning. المرحلة dimensioning بعمل ال و عندي ال dimensions بتاعتي بعملها مسافة ال plate ومسافة اللحام, وكمان بنشيل ال أو ببساطة شديدة ممكن أفترض إن أنا الارتفاع ده مثلا 0.8 الارتفاع, فده في إيدي وده في إيدي زي ما قلت لكم أنا ما عنديش مشكلة. هنا افترضناها إن أنا H web minus 2T2 اللي هو البليت اللي عملنا عشان ننزل منه, بعدين ننزل منه سنتي يدوب خلاص ركبها, ده افتراض. فأنا مش عايز دايما عشان بس برضو أنتوا ساعات في الامتحانات وفي الشغل بتضيع وقت جامد قوي في اللي هو choice of sections, وتحس ان انا لا ده انا يعني خلصت المساله بقى وانجزت وبتاع, لا ده حاجه يعني انا لما حاسبك عليها اتس مينيمم. انت لو افترضت لي, لو انت راجل عندك خبره واول ما جيت كده بصيت على ده هيبقى السمك كذا كذا كذا, افترضت لي ارقام 1 2 3 4 ده بالنسبه لي تمام و100% تمام لو انت اثبتت لي ان التصميم ده مظبوط وطلع مظبوط. فالشويس اوف سكشن مش عايزكم دايما تعملوا عليه ان هو ايه ابيج ديل يعني خلاص. والأهم بس نقطة ناخدها إن التي ويب لما ناخدها عادة السمك اللي هو تي على 2 ممكن يطلع أقل من 8 ميلي, ما ينفعش ناخد أقل من 8 ميلي as per الكود بتاع الكباري. كود الكباري المينيمم ثيكنس لأي بليت 8 ميلي, كود المباني المينيمم ثيكنس لأي بليت 6 ميلي. طيب بس وعلى أساس ده هنبدأ نفترض البيتش بتاعة المسامير إنها من 4 ل 5 الفوي. هنا بقى نبدأ نحسب الأرقام اللي اتكلمنا عليها, الستريس ده بكام والستريس ده بكام بحساب مثلثات بسيط تقدر تعرف الايه F1 بكام و F2 بكام. F horizontal بقى اللي هو الفورس اللي عندي هنا زي ما اتفقنا عبارة عن ايه, عبارة عن الأفرج ستريس ده مضروب في التريبيوتري اريا, دي الاريا دي عبارة عن الارتفاع ده اللي هو اسمه Y مضروب في سمك الويب اللي هو T web, ده مضروب في الأفرج ستريس هيديني الفورس. واضحة؟ من هنا جبنا الهوريزونتال فورس اللي هي عبارة عن الهوريزونتال فورس دي اتفقنا مع بعض, الهوريزونتال فورس بتتقسم على عدد الأعمدة الرأسية اللي هما باي ديفولت الأول 2, والشير فورس هي عبارة عن كيو على توتال نمبر اوف بولتس اللي هي بتاع الاثنين روز. في الآخر الريزولتن بتاعهم هو عبارة عن جذر التربيع المربع مجموع المربعات اللي هو SRSS, وهذا المعنى some square root of sum of squares, ده SRSS اللي انتوا حتى بتشوفوه في الساب والحاجات دي, هو resultant أقل من R least, والR least دي طبعا based على double shear resistance يعني. طيب لو الحاجة دي unsafe هنعمل ايه؟ هنروح مزودين عدد المسامير بان احنا يا اما نزود كولمز اضافيه يا اما ان احنا نقلل البيتش شويه بحيث ان يبقى ايه يستوعب لي عدد بولتس اكتر والرقم ده يبدا يقل شويه. بعد كده برضو المسامير في التنشن فلانج بتبقى متعرضه لتنشن, فبالتالي انا محتاج ان انا اعمل تشيك على النت سكشن بس, فلازم نكون محققين الكيس دي او الكونديشن دي اللي هي انه الاف 1 الفورس اللي عندي تكون اللي هو الستريس عند الجروس اريا فلانج اقل من 0.84 الاريا نومينال او اريا نت على اريا جروس في الاف التيميت, وده يكون اقل من الاف ييلد عامه بتاع الفلانج. يعني ده تشيك اضافي بس على انه الاريا بتاعتي تبقى سيف ومحققة. طيب بالنسبة بقى للتصميم بتاع المسامير أو اللي هو الـ R list أو التشيك بتاعي, فأنا طبعاً عارفين أنه الـ force بتاعت الـ slip resistant at ultimate limit state عبارة عن الـ phi في الـ KS في الـ N في الـ mu في الـ FPC, حيث أن ده الـ allowable بتاعي اللي هو 0.7 allowable force اللي هي 0.7 في الـ F ultimate في الـ area stressed. طبعا الاريا ستريست دي اللي هي اريا المسمار النت. يعني ايه الاريا النت؟ حد عارف؟ 78% من الاريا. ما اللي هي بسبب الثريدز يا دكتور؟ اسمع
ما حدش عارف. لو السكشن مش يجعل لي ثريدت يبقى ده 70% من القطاع. بالظبط. يعني معناه ان لو الشير فورس بتاعتي عدت في جزء ثريدد يعني احتمال كبير، وبرضو في الـ في الـ يعني احتمال كبير. فاحنا خلينا بنبقى شغالين على الاقل، احنا اللي هو ايه بتاع بتاع لو ده المسمار وده الشانك بتاعه، وبعدين هنا في ايه الجزء اللي هو الثريد. يبقى بالتالي لو انا عندي البليت بتاعي هنا، عندي 2 بليتس 3 بليتس ايا كان، الاريا دي بتبقى اقل، فالاريا دي بتبقى اراوند 0.78 الاريا بولت نفسها، هي دي الايه الاي اس اللي احنا بناخدها. تمام. طبعا في الميو كوفيشن فريكشن في ان في كي في فاي، دي خلاص ده الارقام اللي في الكود. في دي في تي مينيمم. والكلام ده بن بنحسب الريزيستنس دي، وناخد الار ليست اللي هو الاقل في الاثنين، في البيرنج ريزيستنس وفي الشير ريزيستنس. الفورس بقى اللي عندي بجيبها، الفورس بجيب الشير فورس في المكان اللي انا عايزه دايركتلي. بجيب الشير فورس ديو تو لايف لود عند السكشن المعين اللي انا حاطط فيه السبلايس. عدد السبلايس هتبقى مثلا ما بين كروس جيردرز، فبجيب الانفلوانس لاين الماكسيمم شير. ما بجيبش شير ما عنديش شير فورس دايجرام دايركت، لازم اعمل انفلوانس لاين لللايف لودز. فبالتالي لو انا هركب السبلايس بتاعي في الحته دي، فانا عندي الشير بالمنظر ده، ده شكل كده. يبقى بالتالي لما هحمل ناحيه منهم والناحيه الثانيه لا، فلازم اوصل لحاله التحميل اللي تديني الماكسيمم شير ات ذس سكشن. دي بس نقطه مهمه لما نكون بنصمم سبلايس، ان نجيب الماكسيمم شير ديو تو لايف زائد الشير الطبيعي ديو تو ديد. ده ديزاين اكزامبل سريع عشان نبقى خلصنا البارت ده، وبعدين ناخد بعديه فاصل 5 دقايق، وبعد كده بقى الجزء الممتع الفيديو بقى الحلو كده، هنتفرج مع بعض على حاجات كويسه وهتشوفوا تتخيلوا بقى وتشوفوا كل ده ان اكشن يعني. فده بريدج طوله 28 متر، الابعاد بتاعته كالتالي، منظره كده، وعايزين سبلايس اهو تقريبا في النص، فيعني ايه المفروض ده اسوأ مكان يعني، بس برده عادي هيتصمم. والبليتس دايمنشن بالمنظر ده مش مشكله معانا، المهم الفيلد سبلايس مكانها هنا. زي ما اتفقنا لازم نعمل انفلوانس لاين للماكسيمم شير، فاقدر اعرف الشير الماكسيمم في الحته دي بكام. فما ينفعش ان اقول ان الشير هنا بزيرو اصل انا في النص، لا، في حاله تحميل هتجيب لي قيمه شير، فانا اقدر اجيب قيمه اللايف الشير ديو تو لايف لود والشير ديو تو ديد لود زي ما انتم عارفين، بجمعهم التيميتلي واجيب الايه التوتال شير فورس اللي هصمم عليها. طيب الدايمنشننج بقى بسرعه بتاع البليتس، البليت الفوقانيه ابعادها كذا، وطبعا بنقرب الارقام بحيث انه دايما تبقى في السيف سايد، لازم تكون اكتر من او عايز اقل. بي 2 اللي هو البليتس اللي تحت الفلانج مباشره اهي، بعد نفس الكلام بالنسبه للويب حسبناه. يبقى جبنا الابعاد النهائيه بتاعتي كده، عملت الدايمنشنز. ماكسيمم فورس على الفلانج بليت ده اللي هو الفلانج الكاباسيتي، عباره عن بي فلانج في تي فلانج في 0.8 الاف اف فيلد. جبت الايه الفورس اللي شايلها الفلانج، حاجه عظيمه 700 طن. هنتفق مع بعض بقى، خلاص احنا كده عملنا دايمنشننج وجبنا الفورسز الرئيسيه. هنفترض بيزد على الجيفن بتاعنا ان احنا ام جريد 10.9 كاتيجوري سي، فبالتالي سليب ريزيست البولت سليب ريزيستنس بجيب الاثنين ريزيستنس، الريزيستنس ديو تو شير حسبتها طلعت 17 طن، ديو تو بيرنج طلعت 56 طن. يبقى دي معناها الايه الشير هو الايه الار ليست عندي. بعد كده ببدا اعمل اسامبشن سريع، انا عندي عدد المسامير اللي انا محتاجها ايه، عدد المسامير هتبقى عباره عن فورس على ار ليست، فبالتالي محتاج 40.3 بولتس. طب ده تقريبا 7 روز في 6 بولتس بير رو.
لازم الرقم ده يكون رقم even number. ليه number even؟ علشان احنا عندنا المنظر كده 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 وعندي plate فوق وعندي plate تحت. عدد المسامير هنا 1 2 3 يبقى لازم هنا 1 2 3 فلازم يكون عدد even. ده معنى الايفن اللي انا اتكلمت عليه دلوقتي. والجوه معدود 7 لجوه اهو 7 روز واضحه. يبقى كده انا جبت 42 مسمار قطر ام 24 كل الرقم ده بير وان سايد علشان برضو دايما باكد الموضوع ده بتغلطوا بتبقى غلطه نايف جدا جدا في شغلكم او في الامتحانات يعني لو على امتحانات تهون لكن في شغل الحقيقي بتبقى كارثه. طيب خلصنا كده الفلانج وحطينا المسامير بتاعتها فاضل السبلايز بتاع الويب بليت البيتش بتاعتي هنأسيومت هنا 4 فاي رقم كذا الارتفاع الكلي قسمته على البيتش يبقى عرفت ان عندي كام مسمار حطينا 29 مسمار على خلال الارتفاع بتاع الويب كله. بعد كده بنجيب بقى المسافات شويه جيومتري بسيط بحيث نجيب المسافه واي عشان نعرف النصيب اول صف من المسامير كام. جبنا الواي دي زي دكتور. ما رسمنا الرسمه قبل كده في سؤال يا دكتور اسامه اتفضل هو ال 42 مسمار دول متوزعين زي ما عايش تاني ال 42 مسمار حالا هوريك تعال نجيب الصوره دي الصورة دي هنا شايف المنظر ده حظنا هو نفس المنظر بالظبط يعني هو ده ده هو ستة شايف واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة مضروبين في كام في سبعة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة زي ما اتفقنا كل ده في ناحية واحدة ونفس الكلام بالمثل الناحية التانية تمام واضحة تمام يا دكتور ال 29 مسمار بقى اللي قلناهم من شويه في الويب اهم هم اللي لتحت دول ما هو انا قسمت الارتفاع ده كله على بيتش فجاب لي عدد وافترضت تو كولمز بعد كده بقى ايه لو طلعت انصف نزود عدد الكولمز تمام. طيب انا برضو للتوضيح اكتر انا هزود يعني هبعت لكم كده كده البي دي اف او هعمل انا عملت اوريدي ابلود للبي دي اف بس انا ممكن اعمل عليها تعديله بسيطه عشان يبان عليها النقطه دي كويس انا مش موضحها هنا فهرسم لكم الرسمه للابعاد دي هنا برضو تبقى معاكم يعني خلاص. وهنا الاف 1 والاف 2 خلاص جبت الارقام دي توتال فورس اتضربت في اريه الويب الصغيره اللي هي هنا دي اللي هي ارتفاعها واي وسمكها ايه تي ويب جبت الكلام ده جبت الهوريزونتال فورس اللي هي نسميها اف اتش دي الهوريزونتال فورس عباره عن اتش عباره عن الفورس دي على 2 اللي هي 2 كولمز عشان انا عندي 2 كولمز وهنا ده على التوتال نمبر اللي هو 2 كولمز مضروبه في 29 صف لتحت يبقى ده الفيرتيكال فورس ده الهوريزونتال فورس ده الفيرتيكال فورس هنجيب الريزلتنت بتاعهم الريزلتنت بتاعهم طلع 12 طن اسف 19 طن والار ليست 19.81 يبقى تمام يبقى سيف. طيب بنقول لو هي كانت انسيف ايه اللي هيحصل يبقى ساعتها عدد الصفوف بتاعي في الناحيه الواحده مش هيبقى 2 هخليهم 3 ساعتها ببساطه شديده الموضوع دايركتلي بروبورشنال مع عدد المسامير يبقى ساعتها الريزيستنس القديمه دي هضربها في تلتين اسف مش الريزيستنس الفورس اللي عندي هتتضرب في تلتين ما هي كانت متقسمه على صفين دلوقتي تتقسم على ثلاثة يبقى هقلت التلتين فبنجيب على طول مش محتاج نقعد نحسب تاني بنضرب في 2 على 3 ونقارن بالار ليست ده اللي المفروض تعملوه بقى في الامتحانات لو قدر الله طلعت انصيف. الشغل بقى الحقيقي الكويس في يعني تنفيذيا هو ان انت ممكن ساعات يبقى تبقى انصيف بس حرام انت مثلا حاطط لات سي 30 40 مسمار حرام انك تزود صف كامل علشان بس كام مسمار في الاول هو الانصيف. ففي ناس تعمل ايه بقى يعني لما يبقى روقان في الديزاين ممكن تعمل كده يبقى شكل البليت حاجه بالمنظر ده ويحطوا مسامير هنا اهي 1 2 او كده 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 اللي هو الصفين دول بتوعي بس ساعتها لازم يشيك على الكريتيكال سيكشنز يعني ايه يبدا يحط مسامير هنا في الارتفاع ده
لحد ما تبقى سيف ويبقى متاكد انه صفين في الحته دي مسيف الفورس اللي فيها مسيف. يعني ده لقطه الويب بليت وده الفلانج هنا. بس الويب بليت عملها ايه على شكل كده مختلف يعني. وحتى ممكن يعملها كده عادي ستريت بس يحط فيها مسامير بس هنا فيوفر شويه يعني. لكن عامه ما تلاقيش الكلام ده بيتعمل بشكل كبير في الشغل الحقيقي يعني. خلاص اخر حاجه بقى زي ما اتفقنا ان احنا لازم نعمل تشيكينج على النت سكشن التنشن فلانج. فالاف تنشن اول حاجه بنجيب الرقم بقى ده اللي هو ايه اللي هو 0.85 الاريا نت على الاريا جراس. فالاريا نت بنحسبها عادي انت عندك 6 مسامير والقطر والكليرنس المسامير 24 والكليرنس 2 ملي جمع ده زائد ده 6 في كذا في الارتفاع حسبة بسيطة خالص وضربها في F Ultimate طلع الرقم ده بكذا أكبر من F Yield على F Yield Tension تمام. فبالتالي أنت بالنسبة لك إنها Not Critical يعني أنت الكاباسيتي بتاعتك هنا اعلى بكتير من الاف فيلد فمش هيحصل تنشن فيلير ببساطه شديده يعني. طيب قبل ما اخش بقى على البريدج ديتيلز انا عايز اعرف احنا الوقت اللي قدامنا قد ايه علشان احنا طبعا بدانا متاخر شويه. هل انتوا عندكم حاجه بعديها واحنا هنخلص على 2 عندنا محاضره 2 ونص صح؟ محاضره بس 2 ونص. لا ما محاضره مشروع عند انا معاكم برضو فما فيش مشكله. لا انا خلاص. طيب هو انا كنت عايز اعرف برضو معلومه مهمه قبل ما نكمل. هل محاضره المشروع بتاعكم هل كل محاضرات المشروع في نفس الوقت؟ يا دكتور. تمام. طيب عامه برضو محاضره مشروع ستيل اللي جايه دي مهمه جدا 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 فياريت برضو نشيرها وان انتوا تتفرجوا عليها لانها فيها حاجات في غايه الاهميه زي المحاضره اللي فاتت اللي اتكلمت فيها عن الساب واتمنى تكون يعني الدفعه كلها استفادت منها مش بس الستيل لان هي عامه وكنت اتمنى ان دي تبقى فيه زي محاضرات عامه لكل الدفعه للنقطتين دول عشان كده انا بدي الجزء بتاع الساب وجزء كده للكادينج علشان حاجات مهمه قوي لمشاريعكم ولحياتكم عامه يعني. فدي يا ريت خدوها سيريس والناس اللي ما حضرتش المحاضره دي او يعني عندها ماده تانية تحضرها خلاص او على الاقل تتفرج عليها لانها محاضره ان شاء الله هتكون مفيده جدا. طيب انا بس عايز هوريكم حاجه. انا في تكنولوجي جديده انا بعرضها للناس وحتى من السنه اللي فاتت كنت عملتها في المحاضرات ولاقت قبول جميل جدا. هي تكنولوجي 3D PDFs. ال 3D PDFs ببساطه شديده هي عباره عن ان انا بعمل كرييتنج للمودلز عادي انا بعمل مودلز في تيكلا كاد 3D او whatever وبعد كده اخرجها لك از PDF فتبدا تعمل نافيجيشن فيها وتتحرك فيها وهفرجكم على الكلام ده كمان شويه. فانا اللي بعمله ان انا بعمل مودلز حقيقيه وديتيلد بشكل كبير وبديها لكم ليكم انتوا فور فري تفرجوا عليها وننزلوها وتشتغلوا بيها از PDF. فلمعرفه ازاي تشتغلوا على PDF اللينك ده انا عامله فيديو بيشرح ازاي تنافيجيت جوه موديل PDF واللينك عندكم وبرضو الكيو ار كود موجود بحيث تتفرجوا عليه. تمام دي اول حاجه علشان دي تكنولوجي انا مستخدمها في المحاضرات الترم ده والترم الجاي في محاضرات برضو كباري جميله جدا هتشوفوها ان شاء الله في الترم الثاني برضو هتبقى مفيده. دايما بحب اقرن بالفيديو اللي انا بشرح لكم فيه الحاجه دي الموديل عشان الموديل ده انت كمان يبقى في ايدك وتقعد تلف جوايا. طيب الحاجه الثانيه الموديل بقى نفسه اللي انا هفرجكم عليه دلوقتي اللي هو موديل بتاع بليت جيردر. الموديل البليت جيردر ده انا عايزكم تنزلوه برضو من اللينك ده ولو مش عارف تاخد اللينك ده خده بالكيو ار كود. الموديل ده موجود از 3D PDF وفي موديل تاني برضو لكوبري تاني مشاة بوني بريدج برضو موجود از بي دي اف فورمات باللينك ده والكيو ار كود ده. فانا افيلبل الحاجات دي ان انتوا تنزلوها وتستخدموها علشان تتفرجوا على الحاجه بشكل كويس.
هديكم فاصل 5 دقايق بس نرجع تاني أبدأ بقى أتكلم في ال هعرض لكم بقى اللايف على التكلة وياريت تبقوا معايا بالصوت كده وبتسألوا علشان نتفرج مع بعض على المودلز اللي بتكلم عليها. يعني هي ده المودل بقى فعلا على التكلة فهنتكلم عليه بس بعد الفاصل سريع كده. اوكي يعني ممكن نبدأ الى 10 بالظبط. تمام. طيب اول حاجة شايفين منظر التكلة دلوقتي قدامنا. ده موديل هنلاحظ انه عبارة عن المين جردر عبارة عن بارت. ده كده انا عندي شايفين كوبري 2 مين جردرز داك بريدج عادي خالص وهتلاقوا فيه هو الكروس بريسنج زي كروس بريسنجز اللي احنا عارفينها وهنلاقي في هوريزونتال بريسنج في مستوى علوي هنا. هو هي الصوره باينه بس على الناس عشان مش ظاهره عندي. مبسوط عندي برضه يا رب. اتفضل. الصوره ما بتتحرك. شاشه سوداء يا دكتور. شاشة سودة. طب لحظة واحدة. طيب ماشي لحظة واحدة. اوكي انا هعرض تاني مش عارف ليه يعني. مش الشاشة باينة كده ولا مفيش؟ نفس الكلام برضه. شاشة سودة. طيب مش عارف هو مش بيعمل شيرنج للسكرين يعني. مش عارف مثلا. اوكي طب انا هعمل شيرنج للسكرين ونشوف هيشتغل ولا لا. كده باين. كده باين. تمام. يبقى هو مشكله فيه هو مش قادر يترجم الويندو. قادر يترجم السكرين. طيب ماشي مفيش مشكله عشان كده ما احبش مايكروسوفت تيمز. طيب خلاص ابدا تاني كلامي اللي انا كنت بتكلم في الهواء اسود بقى. طيب بصوا بقى. اول حاجه احنا عندنا مين جردر اهو. مين جردر ده متقسم ل 3 بارتس. ده داك بريدج. شايفين داك بريدج عادي خالص. وهنلاحظ في الداك بريدج ان انا عندي كروس بريسنجز كل مسافه. هتلاحظوا ان تحت في لور بريسنج. كل ده هنشوفه الغابه دي هتتفك شويه وحتى ممكن نفكها مع بعض بسرعه كده علشان تتخيلوا الموضوع. هعمل خط قطع كده. شايفين كده انا قطعت في الايه في اللي تحت خالص. يبقى انا نزلت الايه ده مستوى اللور بريسنج اللي انتوا عارفينه. تمام شايفين. ودي الكروس بريسنجز اهي كونكشنز بتاعتها انجلز عادي خالص. واكشوالي البريسنجز بتبقى انجلز باك تو باك الرأسيه بالمنظر ده. الانجلز دي بتبقى كونكتد مع الستيفنر اللي في الحته دي. البريسنجز برضو بتبقى بات ويلدد الحقيقه مع الفلانج. والحته دي بقى ليها تفاصيل مختلفه يعني ممكن تتعمل بالديتيل كده وممكن ديتيلز ثانيه تحسن شويه في الفاتيك ديتيل بتاعتها. وعاده كمان لما دي تتعمل يفضل تتعمل بكيرفات اكتر علشان تبقى الموضوع فيه ستريس جريدينت. بس يعني ايه احنا هنا بس ده لايضاح الفكره عشان تبقوا متخيلين اصلا الموضوع ايه. كان ده مش ديتيل حقيقي الكوبري حقيقي يعني. لانه في الكباري الحقيقيه دلوقتي بالذات الدنيا اتغيرت بشكل كبير وما بقاش فيه قوي ان احنا بنعمل تو مين جيردرز بس. لا بتلاقوا زي الكباري اللي بتعدوا من تحتيها في كل حته في مصر دلوقتي اللي هي البريدجز داتا الايه الجيردرز الكتير خلاص اللي هي زي دي. لو حبيت اوريكم اللي هو المنظر ده. ده المنظر اللي انتم بتشوفوه كتير في مصر بتبقى معدي من تحتيه وشايفه مين جيردرز كتير. فمين جيردرز بتبقى حجمها الارتفاع بتاعها اقل والكونكتيفيتي ما بينهم بتبقى كتيره كده وفيها برضو ايه فيرتيكال بريسنجز متوصله ما بينهم
من بعض بشكل كبير كده، وبيبقى في النهايات في حاجه اسمها جاكينج بيمز، علشان بيبقى الكلام ده مسنود على بيرنجز كتيره قوي، فبيتحط مكنه ال اسمها ايه دي، مكنه اللي هي بترفع او الهيدروليك ديفايس، يبدا يرفع من الحته دي الكوبري فيترفع، يروح مغيرين او يعملوا صيانه للايه للبيرنجز اللي بتبقى موجوده هنا. وده دي حاجه اسمها كومبوزيت بيلدينج كومبوزيت بريدجز، فبيتعمل حاجه اسمها شير كونكتورز، ده تاخدوها مع دكتور شريف ان شاء الله، بتبقى ملحومه في التوب اوف ذا فلانج عشان تقفش تمسك في الخرسانه بتاعه السلاب بشكل قوي. وهتلاحظوا هنا حاجه كده دي اسمها الودان او الهاندلز، دي هاندلز بتبقى ملحومه بقوه جوه ده علشان يترفع منها الكوبري او يترفع منها كل جردر، بتلاقي واحده هنا واحده في الناحيه الثانيه من الجردر. ده مش اللي في المنهج بتاعكم ولا اللي انتوا هتدرسوه، بس انا حابب ان انتوا تبقوا شفتوا شيء من اللي بيحصل في الحياه العمليه شويه، بيبقى فيه variations على حسب الاحتياج بتاع الناس. واضح المنظر ده دلوقتي؟ طيب هرجع تاني بقى للكوبري بتاعنا علشان نشرح الحاجات المختلفة اللي فيه. هتلاحظوا بقى كذا حاجة، خلينا وإحنا قطعين الكوبري الغلبان ده نتفرج على كذا حاجة مع بعض. نتفرج على أول حاجة، نتفرج على الستيفنرز. شايفين الكلام اللي دكتور احمد اتكلم عليه، او دي البيرنج ستيفنرز، وممكن تبقى بيرنج ستيفنر من ناحيه وبيبقى فيه الاند بيرنج ستيفنر اللي لازم يبقى واصل لايه، واصل لحد تحت علشان ينقل البيرنج فورس بالكامل خلاص، وبرده ممكن يبقى من ناحيه واحده او من ناحيتين على حسب الديزاين بتاعي. في الحالة هنا ده البريسنج ده كان ممكن يبقى هنا، بس في البريدج ده بالذات يعني اتحرك كده شوية علشان ما يبقى الابطمنت اللي هو بيسند عليه، لانه في الاخر ده هنا بيبقى فيه بيرنج وهيسند. خلي بالكم انه البريسنج لو انا اتفرجت كده البريسنج خليني الف معلش كده، دي بنلف في الفراغ نرفع ده شوية. لو بصينا للبريدج ده من الجنب هنلاقي انه البريسنجز بالذات البريسنجز العاديه دي بتنزل تحت مستوى الكوبري شويه. يعني لو بصينا كده هنلاقي طبعا الانجل دي تحت، تعتبر تحت البريدج بتاعي نازله لتحت، يبقى بالتالي ممكن تخبط في الخرسانه اللي موجوده هنا لو قربناها من الاباطمنت. الحته دي بتبقى خرسانه، فالخرسانه ساعتها البليت ده او الانج ده ممكن يخبط فيها، فترحلت شويه جاست علشان حاجه في الكونستراكشن، حاجه بسيطه يعني. طيب المهم هنا بقى ده اماكن السبلايسز، وده يعتبر اللور سبلايس. برضو اخذته في المحاضره السابقه اعتقد الكرتيلمنت، هنا بوري التو تايبس اوف كرتيلمنت. بيبقى الكرتيلمنت الاول انه الفلانج اللور فلانج بتاعتي اتعمل لها قطع كده، فحصل فاريشن في السمك من السمك ده الى السمك ده، وفي الحته دي بقى بيتعمل بات ويلد ما بين الفلانج بليت دي والفلانج بليت دي. بعد كده بيحصل تدريج بقى في البلان للفلانج بليت دي انه يبدا يقل كده للرقم الاصغر علشان نختصر شويه في الماتيريال. طبعا احنا محتاجين الماتيريال دي في الاول، لكن في الاخر مش محتاج الفلانجز بشكل كبير، زي بالظبط احنا في المنشات الخرسانيه او البلاطات او اسف الكاميرات الخرسانيه بيبقى التسليح الماكسيمم في النص، فتلاقي التسليح كميته اكبر في النص، هو ده بالنسبه لي هو التسليح اللي عندي. طيب كده انا اعتبر غطيت اعتقد تقريبا كل الحاجات اللي هي في الجزء السفلي ده. نطلع بقى لفوق، في اي سؤال هنا لحد دلوقتي؟ طيب انا واضح ان حركت حاجه اوكي. نطلع بقى لفوق شويه، وممكن نعمل حاجه تانية بقى، خليني اقطع كده معلش هرلف كده من تحت واقطع، اعمل خط قطع، اعمل كاتنج بلين من تحت كده واطلع لحد الكروس جيردر من تحت. ليه انا عايز اعمل كده؟ انا عايز اعمل كده علشان افرجكم على الموضوع بيبقى شكله ايه بقى، اللي هو الابر بريسنج. شايفين الابر بريسنج هو البريسنج عباره عن ممسوك في الفلانج بتاعه الكروس جيردر.
وممكن يبقى ممسوك في الفلانش بتاع الكروس جيردر، ممكن يبقى ممسوك في الويب بتاعه الكروس جيردر. دي حاجات بقى في التصميم بنظبطها. طبعا لازم نكونسيدر لو انا مسكتها في الفلانش بتاعه الكروس جيردر ان انا بقى مصمم الكروس جيردر ده، لان ده في الماكسيمم مومنت بتاعها، على ان الفاتيج كاتيجوري بتاعتها قلت نتيجه وجود البليت دي. دي احد يعني الحاجات اللي لازم تبقى واخد بالك منها حقيقه. او بقى تقول لا انا مش هعمل الكلام ده في المستوى ده وهطلعها في الايه، في مستوى الويب، بس بما لا يتعارض مع الكروس مع السترينجرز. يعني ممكن اعلي الكلام ده لفوق شويه، بس اهم حاجه ما يخبطش في السترينجرز. فين السترينجرز؟ او لو طلعنا شويه اهي الكوبري ده في براح، ففي مكان تحت السترينجرز كان ممكن ان انا ايه ارفع البتاع ده لفوق شويه، ممكن مفيش اي مشكله، كان ممكن ده يترفع وممكن يبقى تحت. انت بقى اللي قادر على الكلام ده وبتقرره في الديزاين بتاعك. طيب ده ديتيلينج، لكن في الشغل بتاعنا البسيط مش هيفرق كتير. يعني بتكلم في مجال الدراسه بتاعتنا يعني. طب دكتور اسمع، طيب هنا الكلام اتفضل. هو ليه لما بقى البريسنج تحت الفلانج بتاعت الكروس جيردر هيبقى الفاتيج ديتيلينج، ولما بقى في النص مش هيبقى عليه فاتيج؟ يعني هيبقى قصدي الفاتيج ايه برضه؟ لا بص، هو اول حاجه هو الكروس جيردر مبدئيا هي هتبقى بي اصلا من الاول، لان موست بروبلي ات از ا بيلت اب سكشن. الحاجه الثانيه الكروس جيردر هنا هيبقى الماكسيمم مومنت هنا، فالماكسيمم بوزيتيف مومنت هنا. فانا دلوقتي حاطط فلانج، حاطط حاجه عند الفلانج اللي عليها ماكسيمم ستريس، وده بيقلل الفاتيج كاتيجوري بتاعتها. لكن لو طلعت لفوق شويه بيبقى موجود وفي ماكسيمم مومنت، بس موجود في الويب اللي الستريس عليها اقل، فبالتالي الستريس رينج اللي عندي هيبقى رقم صغير مش رقم كبير. يعني مش ده ويب عليه ستريس جريدينت مثلث كده، انا طبعا مش عارف ارسم بس فالستريس تحت اعلى من في النص، فكل ما اخليها في النص كل ما يبقى مفيش مشكله. في النص الستريس بزيرو في الويب أقل، فبالتالي التشيك بتاع الستريس رينج بتاعك هيتغير. تمام. مهم قوي اماكن، يعني دايما انا بقول الكارثه الكبيره في الكباري هي الفتيج، فلازم الناس تاخد بالها قوي من ديتيل كاتيجوريز. وان لكن انت مصممها ولا مش مصممها ممكن ما تكونش واخدها في الاعتبار وتبقى سبب وقوع كوبري ببساطه شديده يعني. طيب خلينا نطلع لفوق كده شويه لحد ما نقابل السترينجرز، او السترينجرز بدات تبان. طيب انا بقى بفكر هوريكم حاجه. اول حاجه شايفين دي البراكتس اللي في النهايه دي، شايفين دول؟ دي البراكتس يعني مش بالاهميه الرهيبه، بس عاده بنعملهم علشان احنا اوريدي البلاطه بتاعتنا بنصممها از وان واي سلاب ما بين الكاميرا دي والكاميرا دي، فاللود بتاعي ماشي كده. نيجي بقى في الحته دي تلاقي السلاب دي بقت كبيره قوي قوي، لو نفترض مساحه البدول ومش موجود تلاقي بقت حاجه كبيره جدا وبقت نقطه ضعف وممكن تتكسر. فانا بقى ما بعملش كده، لا بروح رابطهم. طبعا ده كان تليفر، يبقى لازم يكون مومنت كونكشن، فساعتها بعمل مومنت كونكشن باحد الطريقتين، يا اما ان انا اربطها بان انا اعمل هنا تي سكشن واطلع كابولي. فبالتالي لو نزلت كده شويه هتشوفوا المنظر، شايفين تي سكشن وكابولي طالع منه بقى ده المنظر ده تي سكشن، او الشكل الكلاسيكي اللي بنقوله لكم برضو في الكليه اللي هو انه بنحط ممكن هيد بليت من فوق وبليت من تحت يعدي في الويب ومسامير فوق ومسامير تحت. ده اوبشن وده اوبشن، بس انا حبيت اوريكم الاوبشن الثاني اللي انتم ما بتشوفوش. برضو هنا لو رحنا على الكونكشن دي عادي شير كونكشن طبيعيه خالص بالمنظر ده. طبعا دي ثاني ده موديل مش للتنفيذ، موديل مش للتنفيذ، فده موديل بس احنا بنوري فيه الفكره. لكن الليفل اوف ديتيل اللي بيتصنع، مثلا هقول لكم على حاجه مهمه قوي، مفيش حاجه اسمها كوبينج بالمنظر ده. كوبينج الشارب ده بيبقى سبب لحدوث فتيك كراكس رهيبه في الحته دي، رغم انه الحاجه دي في الشير، يعني مش المفروض مش مومنت يعني، لكن لا الحته دي بتبقى وحشه. والكودز وخاصه الكودز الاجنبيه يعني بتركز في الحته دي قوي، تلاقي يقول لك ان الحته دي انا عايزها انش على الاقل الدايامتر بتاعها، او يعني على دايامتر انش.
خلاص. فلازم الحتة دي تكون مدورة علشان الحتة دي بتبقى نقطة stress concentration مش حلو خالص، وممكن تبقى سبب ان تلاقي فيه شروخ تبدأ تتولد لك في الكلام ده. طبعا الكلام ده كمان ما بيبانش قوي في الكباري الرودواي، لان بيبقى فيها بلاطة خرسانة بتشيل جزء كبير قوي من stress concentration دي، بس بيبان قوي في الكباري الريلواي لان بيبقى فيها خبط مباشر من الريل يعني او من الترين يعني. طيب هنا برضو لو حبينا نبص مع بعض، اهو ده السبلايس اللي كنا بنتكلم عليه من شوية، وهي المسامير اهي، مسامير اهي وفوق وتحت والبليت اهو وكده. ممكن حتى علشان ابينه لكم اكتر ناخد سكشن كمان، ده احنا قاعدين بنقطع البتاع خالص اهو كده، نخش كده لجوه لحد هنا اهو، نخش كده لجوه شايفين، او مخش كده بدأت اي شايفين المنظر اهو، ده كده البليت الفوقاني، البليت التحتاني، يبقى في مسافة هنا علشان يبقى في مكان للولد، المسامير بتخش عندي هنا edge distance و pitch و edge distance كويسين، كل الكلام ده تمام، يبقى احنا ايه الديزاين بتاعنا تمام. وعدد المسامير per side زي ما اتفقنا يكون محقق الفورس التوتال يعني، او العدد التوتال اللي محتاجينه. طب نخش جوه لحد ما نقابل الويب بليت اهو، حلو اللقطة دي كده، يبقى احنا شفنا ايه كله مع بعض. يبقى بقى عندي الويب بليت برضو في مسافة خلوص إناف إنه كل حاجة تركب بسهولة من غير مضايقة، مش لازم يبقوا يعني، لما احنا بنقول في الديزاين بتاعنا سنتي سنتي ده كلمة كده يعني ايه بنقولها بس عشان الديزاين يبقى تمام يعني، لكن الحقيقة كواقع لا، بيبقى الموضوع أكبر من كده شوية علشان يريح في التركيب، يبقى فيه flexibility في الحركة يعني. بس ودي عدد المسامير per side، ولو زقنا أكتر كده هنلاقي هنخش في الفاصل بقى الحقيقي بتاعنا اللي هو الفراغ اللي هو لا شيء. في اللقطة دي، في اللحظة دي شايفين، في اللقطة دي احنا ما عندناش ماتيريال غير ماتيريال البليت دي وماتيريال بليت دي اللي تحت، دول البريدج بتاعي اللي بينقل الفورس بالكامل، يبقى لازم اريا الشيء ده تعوض ده زائد ده زائد ده تعوض الاريا هنا، وده زائد ده تعوض الاريا اللي هنا. ده كده علشان نبقى عملنا فعلا كفرنج لكل ما في ال السبلايس يعني. في اي اسئله لحد هنا؟ حد عنده اي سؤال؟ حاجه عايزين تشوفوها عشان انا لايف كده اوريها لكم؟ يا موضوع سهل قوي كده، كويس. طيب برضو في نقطه تانية عايز اوريها لكم، انه برضو علشان ما نقللش الفاتيج كاتيجوري بتاعه البريدج، بنحاول دايما ان الستيفنرز بتاعتي تنزل، يبقى في مسافه مثلا ليتس سي 5 ل 10 سنتي ما بينها وبين الفلانج اللي تحت، ما بحبش الحم الفلانج دي هيؤدي الى انه الكاتيجوري بتاعه الحته دي تقل وتبقى ديتيل سي، وساعات بيحصل منها فاتيج كراكس فما تبقاش حلوه. فبفضل ان احنا دايما الستيفنرز دي تبقى عاليه شويه، والستيفنر اللي في الاخر ما فيش مشكله ينزل يتلحم، ما عنديش اي مشكله خالص، لانه الستيفنرز اللي في الاخر عندها تقريبا زيرو مومنت، فانا ما عنديش اي مشكله خالص، والحته دي الستريسز فيها منعدمه، فبالتالي مش قلقان من الفتيج في الحته دي خالص، فتنزل على راحتك ما فيش مشكله. لكن في within span يفضل ان احنا نعمل كده، ولو عملنا الكلام ده نبقى مشيكين ومأمنين في الستريسز وفي في الليميتس بتاعتنا في الفتيج، نبقى مأمنينها بشكل كبير. طيب برضو علشان نعدي على ديتيلز اخرى سريعا، هوريكم موديل تاني كده. ده موديل، هل واضح؟ واضح حضرتك. تمام، ده موديل لكوبري مشاه بسيط يعني، طبعا ده تحت الارض يعني الكلام ده، ودي فرشه ودي فرشه نظافه، وده بي سي وار سي وعادي، ده سلالم ار سي مش فارقه معانا في حاجه. الاهم هو ان انا عايز اوريكم الايه، نخش بقى هنا كده، ده البريدج بتاعي، تعالوا نخش كده ونشوف. خلينا نبص عليه الاول من تحت عشان نفهمه وبعد كده ننزل. هنا هتلاقوا شايفين الكوريجيتد شيتس اللي هنا،
طبعا كوريجيت شيت دي في الحقيقه بتتقطع داير ما يدور كل الستيفنر زي، فما بتبقاش متقاطع معاها، بس يعني الليفل اوف ديتيل مش مستاهل ده. هنا البريدج ده بقى مختلف شويه، ان هو الكروس جيردرز اللي فيه هي تعتبر المين او السكندري ممبر، ما فيش سكندري بيمز. يعني ايه الكروس جيردرز دول؟ يبعدوا عن بعض مش فاكر متر ونص 2 متر، فرقم صغير قوي. فبالتالي لا، ده هو المين سيستم بتاعي عباره عن اليو فريم ده، والبلاطه بيشتغل وان واي ما بين هنا وهنا، واضح. فانا مش محتاج في الحاله دي ان انا اعمل سترينجرز، هي مش محفوظات. انت في الاخر لا، السبان بتاعتي صغيره، فممكن اودي اللود مباشره على مين؟ على الكروس جيردر. طب الكروس جيردر هنا عادي مومنت كونكشن، علشان طبعا اليو فريم الاكشن بتاع اليو فريم يشتغل. فخلينا نخش كده عشان يبان اهو كده، شايفين ده منظر اليو فريم بوضوح. الكروس جيردر داخل كده، وبعدين طالع الحته دي بيبقى الانرشيا فيها كبيره، علشان ده كان تليفر علشان يقلل الانسبورتد لينث بتاع الابر فلانج. ايه تاني نشوفه؟ برضو نفس الكلام هنا، بنحاول نحط يبقى في مسافه ما بين ستيفنر وتحت، علشان ما يبقاش نازل لتحت، علشان في الفاتيك كاتيجوري بتاعتها تبقى مناسبه. دي الكورجيتد شيتس، ممكن اخفيها كده سريعا، هايد. هنا دي هنا معمول حاجه اسمها شير ستادز، دي مسامير علشان تمسك في الخرسانه، دي بتتعمل وبتتلحم في الكورجيتد شيتس اللي كان موجوده. وطبعا اللحام بتاع الكورجيتد شيتس بيخترق الكورجيتد شيتس، بيحرقها وينزل يمسك في الستيل بيم من تحت، فبيبقى في الاخر الكونكتيفيتي الحقيقه مع الستيل بيم. ودي بقى بتساعد على ان برضو الخرسانه تقفش في الستيل ثرو المسامير دي. ودي مسامير بتبقى ممكن مسامير براس يعني عادي، بتبقى اسمها شير ستادز، بتاكد او بتدعم ان الخرسانه تبقى شغاله مع الستيل بقوه، فبيبقى الـ بتاع عندنا جاسي اكتر يعني ريجيد اكتر. خلاص هنا قلنا بدل ما ده يمسك في الكروس جيردر، طب خلاص ما الحته دي ثابته وكويسه، لا ثبتها هنا، بس في نفس الوقت نبقى متاكدين ان في كلير ديستنس عشان يعرف يربط المسامير هنا. فالجزء في الستيل انت بتحط ديتيلز قادر تتصرف فيها زي ما انت عايز، بس بحيث ان انت تبقى محقق الشروط بتاعتك. طيب هنا برضو كنا عايزين في حاجة زي كده ان احنا ندعم الويب، في حركة تانية ناس بتعملها ان ممكن تدعم الويب بستيفنرز، ممكن يجيبوها انجلز، والانجلز دي ممكن تتمسمر حتى في الويب، ده اسلوب قديم، وممكن تتلحم باللونجتيودنال اللونجتيودنال ويلدينج. يعني في اوبشنز كتيرة للحاجات زي كده، بس احنا يعني بنحاول نحط موديل فيه شوية اشكال مختلفة علشان تشوفوا ايه البوسيبيلتيز مختلف. في برضو حركه تانية ناس بتحب تعملها، وانا شخصيا من الناس اللي يعني بايد المدرسه دي بقوه في الكباري، ان احنا ننزل ب لو انا هنزل بالبليت بتاعتي لحد تحت، بحطها على حاجه اسمها تاب بليت، بتبقى ساكريفيشال بليت، بليت للتضحيه بيها. يعني بيحصل اللحام بتاعي انه الحم ده في ده، فحتى لو لا قدر الله حصل انه في ولد بدا شرخ ينتشر فيه، فالشرخ لما بينتشر في الولد طبعا بينتشر في البيز ماتيريال ويقطعها، فبالتالي اللي هيتقطع هو البليت ده مش الفلانج. وساعتها بقى ممكن حتى نثبت ده مع ده بمسامير. ونثبت ده مع ده بلحام طولي، لان اللحام الطولي احسن من اللحام العرضي. ده اسمه ترانسفير ستيفنر، بيقال الكاتيجوري بتاع الكاتيجوري، لكن لما يبقى زي اللحام ده بيبقى لحام طولي، ده بيخلي الكاتيجوري بتاعتها كاتيجوري بي. فاللحام الطولي احسن لانه في اتجاه. ده بس الايه النقط اللي حبيت ان انا استعرضها، ويبقى منها شفتوا اشكال جديده. يعني في اي سؤال هنا؟ لا
زي ما اتفقنا هي محاضرة هي موجودة أوريدي على LMS عامة يعني المحاضرة، ففيها الكلام ده ولينك الـ PDF، فتقدر تدوس على اللينك ده وتعمله فتنزله الموديل ده زي 3D PDF، آسف الموديل ده، وده فيديو بيشرح ازاي ان انت تتعامل مع 3D PDF. 3D PDF جميل جدا وبتقدر تستعرض بيه، تقدر تنافيجيت في الموديل بشكل جميل قوي. الفيديو بيعرض ده، فانا مش هستعرضه هنا في المحاضرة يعني. المحاضرة في نهايتها في حاجات بسيطة بتشرح بقى لما أنا أجي أرسم بإيدي اللوحة شوية ديتيلز، فأنا بس إيه هفرجكم على شوية الديتيلز دي عشان كده يبقى خلاص. دايما في الديتيلز بتاعتنا بنفصل اللحامات بتاعتنا، طبعا اللقطة دي لو عملت عليها زومينج هو في الآخر عبارة عن بليت كده، وبقول إنها ملحومة من الناحيتين، يعني في لحام فيلت ويلد من الناحية دي ومن ورا في الظهر، خلاص ده المنظر اللي انتوا بتشوفوه كتير. طيب ايه ده عبارة عن ايه؟ هنا ده بات ويلد، فبقول ان انا عندي كده وسنجل جروف ويلد عشان الويب رفيعة، تمام؟ فده المنظر اللي موجود عندي. طيب لو كان الموضوع كبير شوية، لا بقول ان عندي بافل ده اتنين ويلد، يبقى ويلد من ناحية دي ويلد من ناحية دي، فده بيبقى الرمز بتاعها. هنا بقى كل الدايمنشنز موجوده متوضحه، الجاست بليت بقى بتاع الويند بريسنج زي ما شفناه، هنا اللقطات البريسنج ده بقى اللقطه بتاعته في السبلايس الفيلد سبلايس بتاعه الفلانج بليت، الكيرتيلمنت اهو واضح، كل الديتيلز اللي اتكلمنا عليها وشفناها في 3D هي برضو موجوده وبنقدر نرسمها. ده بقى البيرنج بتاعي، ده يعني كلاسيكال بيرنج، اسمه ده رولر بيرنج كلاسيكال، بس ما بقيناش يعني بنستخدمه بشكل كبير غير في حاجات خاصة قوي يعني. ده برضو نفس الكلام نفس الديتيلز، هنا بنوري هنا الانترميديت ستيفنرز وان احنا ما بنوصلهاش لحد تحت، ممكن ناخد 40 50 ملي على الاقل علشان ايه نبقى بعيد عن الفلانج، ما نقعدش نقطع الفلانج كتير بترانسفيرس ويلز. ده بقى زوم ان على كذا حاجه يعني. هنا بقى زوم على البريسنج نفسه، ان البريسنج عادي، البريسنج في الاخر عباره عن باك تو باك، طبعا باك تو باك بيبان لي سنجل انجل من الناحيه دي، ما ننساش نحط فيه التايب بليتس برده عشان الديزاين بتاعنا، ونشوف الكلام ده معمول ازاي. برده ساعات بنمسكه كده، ساعات يتمسك بات ويلدد في الفلانج، وساعات في الوضع ده معمول ان هو تحت الفلانج، منعدي من تحت الفلانج وملحوم داير ما يدور هنا، فده برضو اوبشن تاني الناس بتعمله. واي حاجة بتعملها مفيش صح وغلط، هي ممكن كده ممكن كده، بس تشيك عليها صح، ده اهم حاجة. ده زي اليو فريم اللي عنا بس بالعكس، هو بنخليه في الاخر مومنت كونكشن، ونعلي الانرشي هنا عشان الاكشن بتاع اليو فريم يشتغل كويس. ساعات بنحط هنا ستيفنرز لو انا عايز ادعم الكروس جيردر لو محتاج يعني، وده الكوابيل بقى طبعا بتاعتي، والكابولي ده بحط له اي بي مثلا عشان نسند بالبلاطه الخرسانيه بدل ما البلاطه الخرسانيه تتصمم على انها كابولي. ده برضو اللقطه بتاعت لو انا عندي فيرتيكال بريسنج، الفيرتيكال كروس بريسنج بيبقى انجلز باك تو باك، وممكن الحته دي تبقى ستار شيب او حتى انجل، يعني انا ما افضلش في دي قوي انها تبقى ستار شيب يعني عشان ما تنزلش لتحت مش مستاهله. وممكن يتحط البليت بتاعي يتمسك دايركتلي في الفلانج من تحت، وممكن يتلحم في البليت دي ويتمسمر، كل دي اوبشنز ممكن تعملها. ما فيش حاجة عارف حكر ما ينفعش ما تتعملش إلا يعني اسألوا عليها وشوفوا ليه ما بنعملهاش، لكن عايز دايما الحاجات تبقى فيها مناقشة علشان عرفوا الدنيا بتمشي ازاي يعني. الستيل جميل ومليان ديتيلز. شكرا، لو في أي أسئلة يعني ياريت نسمح. يا شباب في اي اسئله؟ شكرا يا دكتور. يا الموضوع واضح قوي كده. طيب يا ريت لو سمحتم في المحاضره تتفوا
تشوفوا الديتيلز دي وتشوفوا البي دي افس وتعرفوا تتعاملوا مع ال 3 دي بي دي افس، لان حتى في الترم الثاني ان شاء الله هينزل ليها يعني هتلاقوا في مودلز كتير انا منزلها او تو مودلز للتراس بريدجز والبوكس جيردر بريدجز، الحاجات اللي انتوا هتدرسوها ان شاء الله، فدي ان شاء الله تبقى مفيده. ولو في اي اسئله طبعا ترجعوا لي. وتاني برضو بأكد على انه المحاضرة ان شاء الله اللي جاية اللي هي كمان شوية فيها كلام مهم، واتمنى برضو ان انتوا ترجعوا لها. شكرا، سلام عليكم.